ايه اللي خلاكي تفكري يعني طب انا لسه جايه من مصر هنزل تاني؟ طب ايه السبب؟ انا نفسي ما كنتش متوقعه كده من نفسي، يعني انا كنت جايه في اخر اكتوبر، وبعدين اتعرفت على الرحله او يعني عرفتها عن طريق هايدي او برنامج بيني وبينكم، يعني شكرك. هو بجد لان هو كان هو يعني اللي ادتنا التفاصيل ونزلت لنا البروشور بتاع البرنامج رايح فين وجاي منين، والكلام ده كله كان من خلال مدام هايدي يعني وصديقتي اوكي العزيزه. فانا كان في عوامل معينه، انا لما بنزل لوحدي او مع اسرتي بعمل برنامجي انا، يعني بعمل هروح فين وهاجي منين، وبتبقى الموضوع خاص بيا. بس دايما بنزلاتي بتبقى في الصيف او مثلا يعني في وقت شهر 6 او شهر 9 اجازه المدارس. اجازه بس كان يعني حاجات معينه لقيتها في الرحله دي يعني جت ماتشنج او يعني في بالي، حسيت ان انا ما اقدرش اقاومها، لا لازم هنزل حتى لو لسه جايه بقالي شهرين. اولا ان انا كان من احلامي، يعني انا مصريه وقاعده في مصر وكل حاجه، بس ما جاتليش فرصه في حياتي ان انا ازور الاقصر واسوان. فلقيت الرحله شامله الاقصر واسوان، بعدين جايه في وقت في يناير، وهي الاقصر واسوان الجو فيها في يناير حلو. وبعدين اللي شجعني اكتر ان لقيت الجروب اللي هم انا ممكن انزل معاهم، يعني جروب جميل جدا وعزيز على قلبي قوي وحلو قوي. فطبعا مصر جميله لوحدها كبلد تتنزل في اي وقت وكده، بس كمان مع ناس حلوه وصحبه جميله. فلقيت العوامل كلها عماله تشجعني، فقلت لا ما بدهش بقى، لازم هاخد قرار حاسم وهنزل. ويعني كانت احلى حاجه وانا مش ندمان عليها خالص، وكنت هندم لما كنتش يعني عملت الخطوه دي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انت شوقتيني بكلامك ان انا اطلع مع هايدي المره الجايه. لازم لازم اكيد لازم.